Ha? Dalam oh. Zaitun ya, Zaitun ya, kat Intian Tengah. Tak kembali ke rahmatullah. Dan beliau merupakan ahli badan akhirat kematian kita. Jadi untuk itu pada malam ni kita baca Yasin yang pertama lah. Ya, untuk arwah Zaitun ini. Dan kita juga saya ada hajat iaitu untuk membaca Yasin dan tali arwah ni kepada Allahyarham Haji Samuri. Ya. Kerana kita tahu bahawa beliau banyak menyumbang pada masjid ini. Ya. Mudah-mudahan kita doakan, mudah-mudahan ruhnya ditempatkan bersama-sama dengan orang yang soleh. Itu juga lah dengan saudara-saudara kita yang telah kembali kepada Allah. Ya. Kita niatlah untuk sedekahkan bacaan Yasin dan Talim Arwah ini. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Inayat Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam syair kiram al-Fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم بسم الله الرحمن الرحيم ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أعلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين
فَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلَ الْأَصْحَابِ الْقَرْيَةِ إِذْ جَاءَهَا الْمُرْسَلُونَ إِذْ أَرْسَلْنَا إِلَيْهِمُ اثْنَيْنِ فَكَذَّبُوهُمَا فَعَزَّزْنَا بِثَالِثٍ فَقَالُوا إِنَّا إِلَيْكُمْ مُرْسَلُونَ قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مشرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومي من بعدي من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسله منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم
Lasyamsu yanbaghi laha an tudrika al-qamara walal laylu sabiqun nahar wa kullun fi falaki yashbahun wa ayatun lahum anna hamalna dhurriyatahum fil fulkil mashhun وَخَلَقْنَا لَهُمْ مِنْ مِثْلِهِ مَا يَرْكَبُونَ وَإِنْ نَشَأْ نُغْرِقْهُمْ فَلَا صَرِيخَ لَهُمْ وَلَا هُمْ يُنْقَذُونَ إِلَّا رَحْمَةً مِنَّا وَمَتَاعًا إِلَى حِينٍ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّقُوا مَا بَيْنَ أَيْدِيكُمْ وَمَا خَلْفَكُمْ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ وَمَا تَأْتِيهِمْ مِنْ آيَةٍ مِنْ آيَاتِ رَبِّهِمْ إِلَّا كَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ أَنْفِقُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا أَنُطْعِمُ مَنْ لَوْ يَشَاءُ اللَّهُ أَطْعَمَهُ إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون
Walau nasya'u lamasakhnahum ala makanatihim fama tata'u mudiyan wala yarji'un waman nu'ammiru nunakkizhu fil khalqi afala yaqilun وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ وَمَا يَنْبَغِي لَهُ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ وَقُرْآنٌ مُبِينٌ لِيُنْذِرَ مَنْ كَانَ حَيًّا وَيَحِقَّ الْقَوْلُ عَلَى الْكَافِرِينَ أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا خَلَقْنَا لَهُم مِّمَّا عَمِلَتْ أَيْدِينَا أَنْعَامًا فَهُمْ لَهَا مَالِكُونَ وَذَلَّلْنَاهَا لَهُمْ فَمِنْهَا رَكُوبُهُمْ وَمِنْهَا يَأْكُلُونَ وَلَهُمْ فِيهَا مَنَافِعُ وَمَشَارِبُ أَفَلَا يَشْكُرُونَ واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أَوَلَمْ يَرَوْا الْإِنْسَانُ أَنَّا خَلَقْنَاهُ مِنْ نُطْفَةٍ فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُبِينٌ وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقَهُ قَالَ مَنْ يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي أَنْشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ الَّذِي جَعَلَ لَكُم مِّنَ الشَّجَرِ الْأَخْضَرِ نَارًا فَإِذَا أَنتُم مِّنْهُ تُوقِدُونَ أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون صدق الله العظيم أفضل الذكر فاعلم أنه لا إله إلا الله يا موجود لا إله إلا الله يا لا إله إلا الله سيدنا محمد لا إله إلا الله 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 لا الله لا إله إلا 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 الله لا إله لا إله إلا الله لا إله لا إله إلا الله 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 لا إله
Inna Allah la ilaha illa 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 Allah la ilaha Inna Allah la ilaha illa 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 Allah la ilaha Inna Allah la ilaha illa 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 Allah la ilaha Inna Allah la ilaha illa 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 Allah la ilaha Inna Allah la ilaha illa 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 Allah la ilaha Inna Allah la ilaha illa 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 Allah la ilaha Inna Allah la ilaha illa 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 Allah la ilaha Inna Allah la ilaha illallah la ilaha illallah Muhammad Rasulullah kalimatuhu haqqun 'alayha nahya wa 'alayha namutu wa biha nabatu insha'Allah ta'ala min al-aminin al-fatiha أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين أعوذ بالله السميع العليم الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا هامدين حمدا شاكرين حمدا صابرين حمدا يوفي نعمه ويكافي مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع أهواء الآفات وتقضي لنا بها يا الله جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع
جميع السيئات وترفعنا بعندك على الدرجات وتبلغنا بأفضل الغايات من جميع خيرات الحياة وبعد الممات سبحانك لا نحصي ثناء عليك كما أثنيت على نفسك فلك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين صل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين صل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين وصل وسلم على سيدنا محمد حتى ترث الأرض ومن عليها وأنت خير الوارثين اللهم اجعل عوسا وتقبل ثوابا ما قرأناه من القرآن العظيم وما حللناه من لا إله إلا الله وما استغفرناه وما قلناه من يا الله وما صلينا على نبي محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه الساعة المباركة هدية منا واصلة ورحمة منك نازلة وبركة شاملة وصدقة متقبلة نقدمها ونهديها إلى حضرة سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى أرواح أزواجه وذرياته وأصحابه والتابعين وتابع التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم ثوابا مثل ثواب ذلك مع مزبرك وإحسانك إلى أرواح من سمعنا هنا بسببهم وخصوصا إلى روحي المرحومة زيد بنت محمد نور وأصولها وفروعها ومن ينتسب إليها أجمعين ثم ثوابا مثل ثواب ذلك إلى أرواح المرحوم أجي جريمي بن شفان وإلى روي المرحوم أجي سموري بن أجي جريمي وإلى روي المرحوم أجي صالحا بن أجي جريمي وإلى روي المرحوم أجي سمسنر بن أجي هشيم وإلى روي المرحوم أهمجة ميمونة بنت نسين وإلى روي المرحوم أجهسن بنت لاد وأصولهم وفروعهم ومن ينتسب إليهم أجمعين وصل له ثواب زمنا إليهم واجعله نورا يسعى ويتلألأ بين أيديهم وضعف له رحمة ورضوانك علينا وعليهم اللهم اجعله فكاكا له من النار ونجاة له من النار وستره من النار وفداء له من النار اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم ثم ثوابا مثل ثواب ذلك إلى أرواح المرحومة أجل الأزل بنت أحمد وأصولها وفروعها ومن ينتسب إليها أجمعين ثم ثوابا مثل ثواب ذلك إلى أرواح والدينا ومشايخنا ووالديهم ومشايخهم وجميع المسلمين من مشارق الأرض ومغاربها اللهم اجعل في صائفنا وصائف والدينا والسادات الغادرين ووالد محمد جميع برحمة والرضوان وأدخلنا وإياهم في فسيح الجنان يا حنان يا منان يا بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام اللهم انقم من ضيق القبر والنخول إلى جنتك جنات الخلود إلى ظل ممدوء وماء مسكو وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا يا أرحم الراحمين اللهم أنزل
الأجر الرحمة والمغفرة والسعة والعافية علينا يا الله برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أنزل الرحمة والمغفرة والسعة والعافية على أهل البيت. اللهم أنزل الرحمة والمغفرة والشفاعة على أهل القبور. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم. اللهم اجعل قبرهم روضة من رياض الجنة ولا تجعل غفرة من النيران. بسم الله الشافي، بسم الله الكافي، بسم الله المعافي، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. اللهم ادفعنا البلاء والوباء والغلاء والفحشاء والزنا والربا والمئن والسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن عن بلادنا هذا خاصة وعن سائر بلاد المسلمين عامة يا رب العالمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد النبي وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah SWT kerana dapat menyelesaikan hajat keluarga saya untuk membacakan tahlil arwah ya, dan kepada mereka-mereka yang sebutkan nama tadi ya, termasuk juga lah kepada Allahyarhamah yang meninggal dunia pada petang tadi daripada Kampung Rincing Tengah. Baik, kita sambung sikit terjemahan ayat surah Yasin kita ni dalam ayat yang kelima. Itu ayat yang kelima yang berbunyi Tanzilul Azizir Rahim. Kita mula dengan Yasin wal Quranil Hakim innaka laminal mursalin ala siratil mustaqim Tanzilul Azizir Rahim. Itu ayat yang kelima. Yang bermaksud, yang artinya, maksudnya ayat ini, Al-Quran itu diturunkan oleh Allah yang maha kuasa lagi maha mengasihani. Jadi seperti mana kita tahu, ayat sebelum ini menjelaskan bahawa Al-Quran ini diturunkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, dan ia merupakan sebagai satu wahyu daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa taala. Tanzilal Azizir Rahim. Al-Quran ini diturunkan oleh Allah ya, kepada Muhammad, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang maha kuasa lagi maha mengasihani. Yani maksudnya Al-Quran ini memberi petunjuk yang bercahaya, yang menerangi jalan sehingga dengannya kita berupaya menampakkan yang benar dan yang salah. Ia diturunkan, maksudnya Quran ini diturunkan daripada Allah yang maha kuasa, perkasa, yang maha penyayang, yang maha pengasih segala-galanya ada kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Allah kasih dan sayang kepada kita, maka Allah Subhanahu Wa Taala turunkan ya, Al-Quran ini atau wahyu kepada Nabi Muhammad ini untuk disampaikan kepada kita. Nak tunjuk betapa maha berkasanya Allah sehingga tidak sesiapa yang mampu menentang Al-Quran. Maksudnya siapa pun tak mampu nak menentang Al-Quran. Nak menunjukkan bahawa berkuasanya Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala itu. Sesiapa yang menentang Al-Quran, maka mereka akan rebah ya. Mereka akan rebah. Mereka akan tumbang ya.
Ini sejarah menceritakan kepada kita tentang sejarah daripada kisah-kisah anbiya, kisah Nabi Nuh, kisah Nabi ya, kisah Nabi Lut ya, kisah macam-macam ya. Nak menentangkan bahawa orang-orang yang menentang Allah Subhanahu Wa Taala, maksudnya Al-Quran itu, maka mereka ini akan tewas, mereka ini akan tumbang ya. Jadi kalau sekiranya mereka ini menentang, maka mereka digolongkan dalam golongan orang-orang yang sesat ya. Sesat dari sudut akidah, iaitu tidak mengasaskan Allah Subhanahu Wa Taala, Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam hal ini wahyu ini diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, seperti mana syahadah kita yang kita sebut asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Ya, kita bersaksikan bahawa tiada Tuhan yang disembah melainkan Allah Subhanahu Wa Taala sahaja. Dan bersaksikan juga ya bahawa Nabi Muhammad itu ialah pesuruh Allah. Dalam ayat yang dijelaskan iaitu innaka laminal mursalin ya, iaitu dia pesuruh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi mereka akan, kita katakan, jatuh, mereka akan tumbang apabila mereka menentang Allah Subhanahu Wa Taala dan juga menentang orang yang bersama dengan Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi hari ini ada orang yang ikut Al-Quran tapi dia menentang Nabi. Ya, dia ikut Al-Quran tapi dia menentang sunnah Nabi. Ya, ini anti hadis, ya, golongan anti hadis. Jadi sebab apa dia menentang Al-Quran, dia menentang Allah Subhanahu Wa Taala? Sebab dia menentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu ialah penterjemah kepada Al-Quran, pentafsir kepada Al-Quran. Tanpa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita tak dapat nak memahami Al-Quran dengan sepenuhnya. Dengan adanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi telah mentafsirkan Al-Quran itu kepada kita. Seperti mana yang ditafsirkan oleh ulama-ulama ya, dalam bidang ilmu masing-masing, dalam pengetahuan ilmu masing-masing, tapi tidak lari daripada asasnya, iaitu wahyu daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Subhanahu Wa Taala dalam hal ini Allah jelaskan ayat Al-Quran yang berbunyi laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmil akhir wa zakarallaha katsiran, yang bermaksud sesungguhnya Rasulullah itu adalah menjadi ikutan yang paling baik bagi siapa yang mengingati Allah dan mengharapkan negeri akhirat dan mengingati Allah dengan sebanyak-banyaknya. Siapa yang mengharapkan negeri akhirat, iaitu akhirat yang baik, iaitu al-jannah ya, maka sesungguhnya ya Muhammad menjadi ikutan ya, sebab Muhammad itu pentafsir kepada al-Quran, menghayati al-Quran dan menterjemahkan al-Quran itu dalam kehidupan dalam kehidupan manusia. Contohnya kehidupan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu sendiri. Baik, kenapa kita perlu kepada pentafsir? Sebab Al-Quran tidak menerangkan dengan sejelas berkaitan dengan apa yang nak disampaikan kepada manusia. Ya? Jadi, maksudnya Nabi lah yang akan memperjelaskan. Contohnya, dalam Al-Quran dia kata, aqimus solah, dirikan solat, dirikanlah sembahyang. Iaitu dalam surah An-Nisa ayat 78. Jadi kalau kita faham dirikan sembahyang, jadi kita tak tahu macam mana sembahyang itu, solat itu. Kalau Nabi tak terjemahkan kepada kita, Nabi tak tafsirkan kepada kita. Jadi persoalannya, bagaimanakah cara mendirikan sembahyang itu? Jadi kita akan tanya. Tapi Al-Quran tidak menjelaskan kepada kita tentang rukun sembahyang.
Yang 13 itu, rukun yang pertama ialah niat contohnya, kedua qiyam, ketiga membaca Al-Fatihah dan seterusnya. Tidak diterangkan dalam Al-Quran secara jelas. Jadi siapa yang bertanggungjawab untuk menjelaskan ini? Jadi pastilah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diutuskan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada manusia ya untuk menjelaskan tentang solat itu. Ya. Jadi penjelasan itu yang dikatakan hadis daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menyerangkan yang seperti mana disebutkan tadi rukun solat itu ada 13 itu, itu yang dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian didetailkan lagi ya oleh sahabat-sahabat, oleh ulama-ulama yang mutaakhir ini. Jadi itulah maksudnya bila kita percaya dengan Al-Quran ya, dengan Allah Subhanahu wa taala, maka kita kena juga percaya dan yakin dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dalam hal ini ya, jadi jelaslah kita pada kita bahawa Tanzilul Azizir Rahim ini maksudnya ayat yang kelima yang menjelaskan tentang Al-Quran itu diturunkan oleh Allah kepada ya, kepada Allah yang maha, diturunkan oleh Allah yang maha kuasa lagi maha mengasihani. Maksudnya yang menurunkan Al-Quran itu orang yang sangat berkuasa, orang yang sangat kasih, orang yang sangat sayang. Maka sebab itu Al-Quran itu banyak menceritakan tentang bagaimana kehidupan manusia untuk selamat di dunia dan juga selamat di hari akhir, di hari akhirat. Itulah sedikit berkaitan dengan ayat yang dikatakan Tanzilul Azizir Rahim sebagai pahaman kita ya. Sesudah itu aku qouli hadza wa astaghfirullah azim billahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.